يا صباح الفل، صباح السعادة على حضراتكم مشاهدينا. أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد. الحقيقة إن إحنا النهاردة هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا تكاد تكون موجودة في بيوت كتير قوي النهاردة في مجتمعنا. هنتكلم النهاردة عن مشكلة تأخر الإنجاب، ولكن حلولها عند الرجال. دايما بنسعى أو نبدأ بالحلول عند السيدات، ولكن اهتمامنا النهاردة بالمشكلة دي من الجانب الذكوري شوية. هنتكلم النهاردة عن طرق ممكن نكون بنمشي فيها للعلاج، أغلبها ممكن يكون غلط وممكن يكون في صح، بس إحنا النهاردة دورنا إن إحنا نعرف إمتى نتجه لمين ويكون الحل مظبوط من البداية علشان ما نضيعش وقت. الحقيقة ان احنا النهاردة منورنا دكتور احمد العياشي، استشاري امراض الذكورة وتأخر الانجاب بمركز مصر للذكورة، هيتكلم معانا في المشكلة دي. اهلا بحضرتك. أهلا دكتور احمد، منورنا النهاردة. تسلمي، ربنا يخليك. مشكلة يا دكتور تأخر الانجاب دايما بيكون الاتجاه الاول للسيدة، صح؟ حصل زواج. دي ثقافة على فكرة، دي ثقافة مجتمع مبدئيا عندنا، يعني هو ده المتعارف عليه، الطبيعي عندنا، صح؟ غريزة الأمومة، ودايما الأهل مهتمين بفكرة إن لازم الست تروح تكشف الأول، تطمن ليه مش حامل، ليه متأخرين، فإحنا دي ثقافة مجتمع فعلا. حتى لو يا دكتور يعني لسه حديث الزواج، يعني ده بقى كتير قوي دلوقتي، الموضوع بقاله فتره بسيطه، بس ده ما حصلش حمل، لا نبدا نتحرك. فنبدا اول حاجه نتجه على دكتور النساء. دكتور النساء ممكن يمشينا في طرق كتير واسعه قوي ومعاها الرجل. دي حقيقه، دي بقى الحاجات اللي احنا بنشوفها يوميا في العياده. فكره ان اولا انا بقيت بشوف كتير جدا دلوقتي 4 شهور جواز، 5 شهور جواز، 6 شهور جواز، وبعدين بيسعوا للخلفه والكلام ده كله. فانا دايما النصيحه بس الاولانيه، وان احنا نهدى شويه، نهدى على اخواتنا وعلى اولادنا، نهدى شويه كده. ايه، لسه متجوزين حديثا؟ يعني احنا حتى تاخر الانجاب كمصطلح ليه تفسير او ليه ترجمه. يعني عشان اقول ان شخص عنده مشكله تاخر انجاب، اي زوجين لازم يكون عدى عليهم سنه جواز. يعني قبل سنه انا ما بقولش ان في مشكله خلاص، لان انا بشوف النهارده 4 شهور جواز، 5 شهور جواز، 6 شهور جواز. وهقول لك ليه انا بتكلم في الجزئيه دي. اولا هم حطوا لنا قانون كده، على حسب سن الزوجه نبتدي نتحرك. لو سنها اقل من 35 سنه احنا معانا لحد سنه جواز. تمام، سنه جواز الزوج قاعد مع الزوجه، علاقه منتظمه، ما بنستخدمش اي وسيله من وسائل منع الحمل. اما لو كانت الزوجه فوق 35 سنه فاحنا بنقلل المده دي ل6 شهور. تمام. هتفرق في ايه؟ هتفرق في ان يا فندم القضيه مش قضيه ارقام في التحليل. هي القضيه الاساسيه هي الحمل نفسه. بمعنى انا لو النهارده عندي زوجين وعدى عليهم سنه جواز وتحليل السائل المنوي بتاع الزوج سليم، هل دول عندهم مشكله ولا ما عندهمش؟ لا، ده ما عدى سنه على الرغم ان التحليل سليم فهم عندهم مشكله. في مشكله. اما لو زوجين، الزوج زوجته حملت وبالصدفه بيعمل تحليل سائل منوي لقى نفسه عنده مشكله في الارقام، هل ده عنده مشكله؟ ما عندوش مشكله، لان هي زوجته حامل اوريدي. فهنا القضيه مش قضيه ارقام. فاحنا لازم ندي نفسنا المهله والوقت الكافي علشان يحصل الحمل بشكل طبيعي. طب ليه القصه دي؟ عشان اكتر حاجه بتعمل مشكله هو الاستعجال. اوكي، هبتدي بقى احكي لك على السيناريو اللي بيحصل. طبعا بتتجوز 3 4 شهور، الام او الحما او واتيفر، او هي حتى البنت نفسها هتموت على الجواز، على قصدي انا اسف، على الانجاب. ويا سلام بقى لو في بنت خالتها او صاحبتها اتجوزت معاها في نفس التوقيت وكمان طلعت حامل. هنا الامور بتبقى صعبه شويه، فتبتدي تسعى تشوف اذا كان في سبب مؤخر ولا لا، فنبتدي نجري بدري بدري قوي. فهنا الزوجه بتعمل فحوصات كتيره جدا وبتكلف نفسها تفاصيل كتيره جدا، وبعدين في الاخر الدكتور النساء بيطلب من الزوجه ان الزوج يعمل تحليل سائل منوي. تمام. وهنا تبتدي بقى الزوج اول ما بيعمل تحليل سائل منوي بيتعرض على مين؟ المفروض على دكتور النساء. بس ده مش صح طبعا، هنا احنا بدايه الخطا، ما عندناش ازمه انه يتعرض على دكتور النساء. اوكي، بس مش هو اللي يعالج. ايوه صح كده. هو يبتدي شويه يوجه بقى. يعني لو حس ان في مشكله في التحليل يبتدي يوجه الزوج لانه يروح لدكتور الذكوره. ليه؟ لان الاخطاء بتبدا من هنا. لو دكتور النساء هو يعني تعمد انه يعالج الست ويعالج الراجل ويبتدي يدي ادويه، هنا بقى تبتدي الاخطاء تظهر. اول خطا مثلا هو قرايه التحليل نفسه. أوكي. هم ممكن ما يكونش عندهم يعني النو هاو او الخبره في التعامل مع الارقام اللي موجوده جوه التحليل. على سبيل المثال لو الاعداد قليله، بنفاجئ ان في جزء كبير جدا من الدكاتره بيبتدوا يخوفهم هم نفسهم، بيقلقوا. ما هو الزوج جايب تحليل سائل منوي عدد فيه قليل، مليون، مليون ونص، 2 مليون، 600 ألف، فيبتدي يتخض قوي. يبتدي هو هنا هو نفسه قلق
فيبتدي ينقل التوتر ده والقلق للزوجين اللي هم لسه حديث الزواج اصلا. فيقول لهم يا جماعه لا لا، ده التحليل وحش جدا، ده التحليل سيء جدا، انتوا يا تلحقوا يا ما تلحقوش، احنا لو صبرنا شويه ممكن التحليل يبقى زيرو، احنا لازم نعمل حقن مجهري. وهنا يبتدي الدنيا تتطربق كلها. طبعا يعني هو جاب يعني اخر حاجه اول حاجه. لا وانت متخيله دول عرسان لسه يعني, ما كملوش 3 4 شهور، فرص لحلول كتير قوي ابسط من كده. حلاوه ومتعه الحمل بصوره طبيعيه. ثانيا الرعب، الخوف، يعني احنا الدكتور مش الهدف الاساسي انه يخوف العيان خالص، ده احنا الهدف الاساسي ان انا اطمن العيان. صحيح. وابتدي النهارده اخد الامور ببساطه واحده واحده، لان كل مشكله لابد ليها من سبب. فهنا الدكتور شغلته الاساسيه نمره واحد ان احنا نطمن العيان. نمره اتنين ان احنا نبتدي ندور ونشخص ايه اسباب المشكله. لان بنسبه 90% لازم هيكون في سبب، وبالتبعيه احنا لو قدرنا نحدد السبب هنقدر نعالج، وبالتبعيه نقدر نوصل ان يحصل حمل بشكل طبيعي. تمام. لما فكره انا مش متخصص ببتدي اتعامل مع حاله مدخل، يعني ما عنديش تفاصيل الحاله قوي، فببتدي انا ادخل في مشاكل خطأ بقى، حاجات كتيره جدا غلط، اولهم الاستعجال في الحقن المجهري. خلاص، فانا مثلا مره جالي عيان داخل عليا انت مش متخيله شكله، هو ومراته وحماته ووالدته، طبعا يعني حاجه وتوتر رهيب جدا، والولد والبنت يعني فاقدين الامل، وعشان بقى جايين ودكتور نسا بيقول لهم انتوا يا تلحقوا يا ما تلحقوش، والتحليل سيء جدا، وانتوا الحقوا تروحوا تجمدهم والا هيبقى التحليل زيرو، واحنا لازم في اقرب فرصه نعمل حقن مجهري. وسنهم صغير ولا سنهم صغير؟ ده متجوزين بقى لهم 5 شهور. فاهم قصدي؟ سنهم صغير مش كبير. فهنا قلت لهم لا بس نهدى شويه كده الاول، وبدات انا اشوف التحليل. اول حاجه لازم اتاكد، وممكن يكون ده مش تحليل للعيان اصلا، فلازم نعمل التحليل اكتر من مره، وكمان لازم نعمل التحليل في اماكن متخصصه، لان كتير جدا 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 بنشوف اخطاء في المعامل العاديه، حتى لو كانت مشهوره، حتى لو كانت معامل كبيره، لان التخصص هو دايما اللي بيدينا ادق في الفحوصات. فهنا لازم نعمل التحليل اكتر من مره عشان نتاكد من مشكله، لازم نعمل في اماكن متخصصه عشان نبتدي نعرف. عرفنا ان الزوج عنده مشكله، لازم نبتدي ندخل بقى في فحوصات، لازم العين يتكشف عليه. دكتور الناس ازاي هيكشف على 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 راجل مش هيعرف او يعالج مجرد بس نتيجه تحليل بدون برضو كشف على طول، روشتات وارقام ويعني كميه ادويه ومصاريف ملهاش اول من اخر يعني. فلازم الاول العيان يتفحص، يتكشف عليه، وده ابسط حاجه ان يعني العيان يتفحص، يعني يتكشف. هو الدكتور ايه فرقه عن الصيدلي؟ ما الصيدلي بيصرف ادويه. صحيح. الدكتور بقى هو اللي بيقدر يفحص العيان. اوكي، عشان نقدر نطلع باسباب من العيان. تاني حاجه انا بطلب فحوصات، ما انا عمري دي ادواتي، يعني هعمل تحاليل دم، هعمل اشعه عشان اقدر اوصل للسبب اللي مخلي التحليل فيه مشكله، وبالتبعيه ده مؤدي الى مشكله تاخر انجاب. تمام. اول ما احنا عرفنا عملنا تحليل هرمونات للزوج ده واكتشفنا ان هو عنده مشكله في الهرمونات، قلت لهم يا جماعه اطمنوا، يعني الموضوع بسيط جدا جدا جدا. العيان ده جاي لي كان تحليله مليون، ودكتور النساء قال له لازم تجمد، واحنا في اقرب فرصه هنعمل حقن مجهري، احنا عدنا التحليل اتاكدنا فعلا ان هو عنده عدد قليل. هو عمل تحليل هرمونات، حاجه بسيطه جدا، تحليل بسيط جدا، تحليل دم. قلت له ما تقلقش، وفعلا انا كتبت له علاج 3 شهور. هو المشكله كلها بقت تظبيط هرمونات، ولا احنا دخلنا في قصه حقن مجهري ولا اي حاجه؟ تشوفي كمان اللي حصل من مليون العيان بقى 25 مليون، هو نفسه مش مصدق. اتفرجي بقى على الفرق بين الدخلتين عليكي، يعني الدخله الاولانيه تاني مره هو جاي من غير لحماته ولا مامته، لانه قد ايه بقى الدنيا هديت، البيت طبعا هدي. فيعني دي انا بقيت بشوفها متكرره جدا، بالذات في اللي بقول لحضرتك اللي هم حديثي زواج 4 شهور 5 شهور. طبعا اخواتنا اللي في الاقاليم، دايما الاقاليم والصعيد هم موضوع الخلفه ده مهم جدا جدا بالنسبه لهم، يمكن في المدن شويه الناس هي جزء من الوعي، ان حتى هم عايزين يشوفوا الحياه هتمشي ولا لا، فنأجل الانجاب لمده سنه. فهو فعليا الصح ان احنا ما نستعجلش. خلاص، ولازم حد متخصص. دكتور النساء دوره بينتهي عند ان هو يطلب تحليل السائل المنوي. مين يشوف التحليل؟ مين يقدر يترجم الارقام الموجوده دي؟ مين يقدر يفحص العيان؟ مين يقدر يطلب منه ايه الاحتياجات اللي هو محتاجها من الفحوصات؟ عشان برضو حتى ما تبقاش مصاريف. خد بالك النهارده حاجه ما عادتش تكلفتها بسيطه، مفاجأة ان عين بيعمل كل حاجه. غير يا دكتور كمان المصاريف والتحاليل اللي بتطلب، وممكن زي ما حضرتك قلت نطلب حقن مجهري على طول، واحنا اصلا نبقى ماشيين في طريق غلط. فكره كمان الست نفسها بترهق جسديا جداً من كتر
الاجراءات اللي بتحصل لها جداً. وفي الاخر بدون اي فايده مش يعني. مش جسديا بس ونفسيا نفسيا يعني طبعا ده اهم ده كفايه الصدمات اللي يعني بس. حضرتك بتقول داخلين عليك حاجه وبعد العلاج البسيط جدا يعني. النفسيه تقريبا اتغيرت تماما في الموضوع على يعني قيسي على ده حالات كتير ده الهرمونات ده جزء في ناس بقى اللي عندها دوالي برضو يقعدوا يقولوا لهم يا جماعه اوعوا تعملهم ده انتوا مش هتتحسنوا ده الدنيا هتسوق بعد ما تعملوا العمليه ويفاجئوا ان في تحسن يعني نسبه حمل طبيعيه بشكل كبير جدا بعد عمليه الدوالي وعلى الرغم من كده لحد النهارده الدكاتره بتخوف العيانين من انها تعمل العمليه. قيسي على ده احيانا بيبقى مجرد التهابات وده وارد جدا في اول كام شهر من الجواز ده وارد حدوثه يعني امر بسيط مضاد حيوي ممكن يحل مشكله زوجين بدل ما تدخلون في دوامه حقن مجهري وخلافه. وبعدين بتبقى الازمات النفسيه في ايه كمان؟ انت بتتخيلي انك بعد الحقن المجهري ولا قدر الله لما يفشل انت بتحسي ان ايه تاني اللي ممكن ينفع؟ صحيح وانا جبت اخر عملت حاجة. كل حاجه يعني انا حتى عملت الحقن المجهري والناس متخيله ان ميه المحياه في الحقن المجهري. الناس ما تعرفش ان الحقن المجهري نسب نجاحه 40%. صحيح. 40% فيعني لا ده هم متخيلينه 80% و90% هو لو كده كان كله ما استناش كان كل الناس راحت عملت حقن مجهري. بعد شهر جواز واروح وانقي بقى انا عايز بنتين عايز ولد عايز ولد وبنت خالص فهو القضيه كلها هو ان احنا نتأنى. يعني المسج او الرساله اللي عايز اوصلها للناس يا جماعه بالذات حديث الزواج نتأنى الهدوء يا جماعه لان الوقت هو الفيصل مش التحليل يعني الوقت مش التحليل احنا لما عملنا تحليل السائل المنوي عملناه عشان ننظم الامر انما ما هوش قران يعني انا مش معنى ان انا ما اجيبش 15 مليون مراتي مش هتحمل خالص في ناس بتجيب مليار ما بتحملش عندهم مشكله وفي ناس بمليون واتنين مليون ممكن يحصل معاهم حمل طبيعي اذا القضيه هنبدا فين؟ لو بدانا عند دكتور النساء لازم ننتهي عند دكتور الذكور. احنا نمشي في الاتجاهين مع بعض طبعاً. يعني ما ينفعش ان احنا نكتفي بزياره طبيب النساء ونمشي معاه احنا الاثنين زي ما حضرتك قلت دي اهم نصيحه. هو الزوجه بتبدا بتعمل كل الفحوصات كلها وفي الاخر بقى طب انت سليمه خلي زوجك يعمل تحليل سائل منوي وشوفي فين بعد شهر واثنين وثلاثه يطلع هو عنده المشكله. طب نكتفي بده؟ لا خدي شويه خد العلاج ده للزوج وبعدين اشوفكم بعد ثلاث شهور. طب ده تصرف خاطئ جدا طبعا خلاص مش عشان حاجه هم زمايلنا يعني وعلى قدر كل واحد ليه تخصص طبعا التخصص يعني النهارده بقى مهم جدا طبعًا. ده لفايده العيان نفسه طبعا يمكن يا دكتور حضرتك قلت ان من اهم الحاجات معانا التوقيت تاني اهم حاجه معانا ان احنا نمشي صح مع نمشي مع صح الدكتور المتخصص مع المكان المتخصص حتى مزبوط. التحاليل زي ما دكتور احمد قال لازم تتعمل في مكان متخصص لان تحليل واحد ممكن يتعمل في مكان خاطئ ودانا في سكه تانية خالص ولا حرج يعني دي اخطاء شائعه دي يومين على الله احنا بنصلح في المشاكل دي طبعا يا دكتور يعني متهيألي الحالات اللي جايه بطرق علاج خاطئه عند حضراتكم اكتر من اللي جايه من اول الوان واي ده واقع احنا بنشوفه يوميا فكره ان دكتور النساء بيدي علاج ان العلاج دايما كله فيتامينات والروشته مكتوب وشه مكتوب ده والعين جايه يعني مستاء جدا بياخد في اليوم اربع خمس يعني اربع خمس ست عشر حبات في اليوم والزوج اصلا زهقان ومش عايز يكمل دكتور كمان برضو جسدي على الراجل وجسدي ان هو يبقى بياخد ادويه والادويه دي اصلا هي ولا هتفيده وممكن كمان تضره ده اللي بيحصل هو بيبقى جاي الزوجه جايه بتقول هو حالف انه ما ياخد علاج ومتضايق ويقول لي انا بطني باظت خلاص من كتر الادويه وتبصي على الروشته ولا روشتات معاه ثلاث اربع روشتات هم نفس الادويه نفس ده بس اسامي مختلف فاحنا عايزين نطلع بقى من الممارسات الخطا دي لازم نروح لاهل التخصص لازم الدكتور يا جماعه يشخص الفرق في فكره دكتور يبقى تشخيص طبعا. الدكتور لازم عنده ادوات بيستخدمها زي الفحص زي التحاليل زي الاشعاعات عشان يقدر يوصل للمريض ايه سبب مشكلته احنا بنعالج السبب عشان نقدر نحل المشكله اكيد يا دكتور لما هنوصل للاساس بتاع المشكله او السبب في الاخر نوصل لنتيجه مرضيه وعلمك هيبقى اسرع واوفر طبعا واهدى بالنسبه للعيان طبعا دكتور للاسف احنا وقت حلقتنا النهارده خلص مع حضرتك بسرعه جدا يعني اتمنى ان حضرتك تشرفنا وتنورنا نكمل بقيه مشاكلنا الكبيره قوي والواسعه في التخصص ده مع حضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده شكرا جزيلا. دكتور احمد العيشي استشاري امراض الذكوره وتاخر الانجاب بمركز مصر للذكوره نتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا معانا النهارده من فقرتنا اللي اتكلمنا عنها عن طرق العلاج الصحيحه لتاخر الانجاب لدى الرجال نتمنى نكون قدرنا نجاوب على الاسئله اللي في اذهان حضراتكم عرفنا مع بعض امتى نكون ماشيين في طريق غلط وامتى لازم ناخد وقفة ونبدأ على بداية الطريق الصح علشان في الاخر كل الناس تكون عايشة مبسوطة وسعيدة وربنا ما يحرمش حد ابدا
نعمل أطفال. شكرا جزيلا لحضراتكم، معاكم إيرين نجيب، بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة نستنى حضراتكم في صباح البلد. شكرا جزيلا.